السلام عليكم شباب، رجعنا لكم فيديو جديد. وهالمرة عندنا هذا الهارد ديسك اللي مثل ما تشوفون من ماركت توشيبا. هذا الهارد حجمه 1 تيرا بايت، مليء بالبيانات المهمة مثل ما تفضل الزبون. وظيفتنا شنو راح تكون؟ هي اصلاح هذا الهارد ديسك. المشكلة مال هذا الهارد ديسك هي انه مثل ما تشوفون السوكت مال الساتا مالته مكسر بالكامل. شلون راح نسوي هذا الشيء؟ اول شيء راح نجيب هارد ديسك تالف، ويفضل يكون من شركة توشيبا. هذا الهارد الميديا مالته تالف، ولكن مثل ما تشوفون الكارت ماله سليم. فنحتاج نحتاج هذا السوكت اللي هو شبيه بالسوكت اللي موجود على الهارد مال الزبون. راح نرفع هذا السوكت من الهارد التالف ونعوضه محل هذا السوكت التالف اللي على الهارد السليم. شلون راح نسوي هذا الشيء؟ خليكم متابعين. يا اخوان، اول شيء راح ناخذ الهارد التالف وناخذ منه المذر بورد اللي عليه، نفككه بهذا الشكل. بعد ما اخذنا المذر بورد مال الهارد التالف، راح نجي ناخذ هذا السوكت اللي ظاهر امامكم بالكاميرا. هسه راح ناخذ هذا السوكت، نحرره من البورد ونحافظ عليه من التلف. فشلون راح نسوي هذا الشيء؟ اول شيء راح نجي نخلي سولدر ينصهر، او قصدير ينصهر بدرجه حراره قليله. طبعا بعد ما نخلي فلوكس بهذا الشكل، نجيب قصدير ينصهر بدرجه حراره قليله، ونخلي على ارجل التثبيت على الاطراف بهذا الشكل، وعلى البنات مال الباور، وايضا بنات الداتا. بعد ما خلينا القصدير اللي ينصهر بدرجة حرارة قليلة مثل ما تشوفون، نقدر نسخن من الخلف، ولكن أيضا مخاطرة لأنه المادة البلاستيكية أو الأجزاء البلاستيكية مكشوفة. فخلينا نسخن من هذا الطرف بشكل يعني على درجة حرارة مو كثير عالية، ولنفترض الهواء نقلل على أقل شيء، ودرجة الحرارة تكون 330 مثلا. خلينا نسخن 330، ما أعتقد البلاستيك راح يتضرر معانا. طبعا تختلف درجة الحرارة من كاوية إلى أخرى. أنا الكاوية مالتي طبعا الهات، اذا اقصد الكاوي اقصد بيها الهات جن، من هات جن الى اخر تختلف درجه الحراره اللي تحرق المواد البلاستيكيه. فاني هاي الهات جن اللي عندي ما تختلف الحراره على درجه 330. مثل ما شفت اخوان، انتزعنا السوكت بهذه الطريقة يعني البسيطة، وما اذينا البلاستيك مالته باي شكل من الاشكال. اذا تنتبهون على البلاستيك مالته ما معرض لاي اذى. هسه خلينا نجي ننظف السوكت قبل ما نركبه محل السوكت القديم. نتيجة لا بأس بها اخوان، هذا السوكت اللي راح نستفاد منه السليم. نجي نفكك الهارد الخاص بالزبون. نفس الطريقة نجي نخلي فلوكس. مع هذا السوكت المكسور مثلا نستخدم درجة حرارة 350، يعني السوكت اوريدي هو مكسور اصلا، فما عندنا شيء نخسره يعني.
بعد ما نزلنا السوكت المكسور خلينا نجي ننظف مكانه بشكل جيد بمساعدة الفلوكس. بعد ما شلنا التصدير الزايد خلينا نجي ننظف بالتنر. هسه خلينا نروح تحت الميكروسكوب ونركب السوكيت الجديد. طبعا راح نخلي السوكيت بهذا الشكل. طبعا بي ثقوب بلاستيكية، احرص انك هاي شوفوا كل الثقوب البلاستيكية. شوف هاي الثقوب، قاعد الثقوب الأول هنا والثاني هنا، خليه يقعدون مكانهم بشكل جيد. نجي نبدأ بالحواكم نثبتها. نروح على الحافة الأخرى، صار عندنا زحف إخوان، بيه شوية زيادة بالسولدر أو بالتصدير. خلينا ناخذه الطرف الآخر أيضا. هسه أعتقد راح يقعد السوكت بشكل أريح. طيب الثقوب قاعدة محلها، ثقوب محلها مثل ما تشوفون، السوكت أيضا قاعد بمحله. خلينا نجي بعد ما ثبتنا الأطراف بهذا الشكل، خلينا نجي نلحم الأرجل مع الداتا والباور. خلي فلاكس طبعا عملية اللحام صارت سهلة لأنه استخدمنا سوكت مستخدم أصلا، ف بي قصدير أصلا مثل ما تشوف القصدير القديم جاي يذوب وينلحم مباشرة. شباب عندنا مرحلة التنظيف والتجربة، خلينا نجي ننظف أول مرة. خلينا نرجع للكاميرا، كاميرا الهاند. طبعا بالمناسبة انت تشوفني جاي امسح ايدي بالثنر، طبعا بعدها مباشرة راح اقوم اغسل ايدي لانه الثنر يؤذي الجلد، فانت احرص انك بعد ما تنظف ايدك من الفلوكس بشكل جيد. طبعا اي فنيس يعني يتعرض انه ايدي تلامس الفلوكس، فبعد ملامستك للفلوكس نظف ايدك بالثنر. ولكن الخطوة اللي بعدها احرص انه تغسل ايدك بالماي والصابون بشكل جيد حتى يروح الثنر من ايدك ولا يؤذي الجلد مال ايدك، لانه الثنر اني كنت قبل ما اهتم له ولكن صار عندي تسلخات بالجلد مال ايدي دمرت، يعني جتني فترة من الفترات جلدي قام يشلع من ايدي يعني. فانت احرص على انك تنظفه.
ظل عندنا مرحلة أخيرة أخوان، وهي التجربة. نجي نركب الكارت محله بهذا الشكل. خلينا نجرب، خلينا نروح لوضع الديسكتوب، وخلينا نفر لكم الكاميرا هيك شوية على الداك. هذا الداك مالتنا، خلينا نجي نربط الهارد على الداك. ربطته، ما اعرف اذا تشوفوه او لا، بعين اشكم. ربط الهارد، شغل الداك، نروح لسطح المكتب، ننتظر عمل الهارد. كأنه اشتغل، وظهر عندنا الهارد مثل ما تشوفون. فتح عندنا الهارد بهذا الشكل. ما افتهمت ليش الزبون اصر على انه عنده بيانات مهمة بالهارد والهارد فارغ. يعني نروح على وضع نروح على الادارة، ديسك يونت، ما الهارد يعني شغال بشكل طبيعي اللي هو هذا، ولكن حسب ادعاء الزبون انه المفروض يكون بي داتا، لكن انا جاي اشوفه فارغ مثل ما تشوفون. صلحنا الهارد لكن البيانات ما جاي اشوفها عليه. خلينا نشوف العمر الافتراضي مال الهارد او وضع الصحي. هارد ديسك جديد، والله الهارد يبين فارغ. بعد هاي مشكلة الزبون بقت. وقبل ما انهي اخوان، راح تظهر امامك السابقة على الشاشة روابط لفيديوهات اخرى مشابهة لصيانة بعض الهارد ديسكات بمشاكل مغايرة لهذه المشكلة، وايضا راح اترك لك بعض الروابط المهمة بصندوق الوصف، راجعها واستفاد. وبس هذا كل شيء اللي عندي بفيديو اليوم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان معكم سيف قدام من قناة قداوتك. خير مع الله.